أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صدق الله العلي العظيم. حديث شريف عظيم، منذ سنوات قررت أن أقرأ هذا الحديث الشريف لكم، إلا أنني تراجعت، وبعد فترة قررت أن أقرأه لكم وتراجعت. مرات عديدة يخطر ببالي أن أقرأ هذا الحديث الشريف العظيم الذي يبين عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، ولكن أتراجع. لماذا؟ خوفا من أن يستغل هذا الحديث الشريف استغلالا سيئا عمليا. بعض النصوص الشريفة تستغل استغلالا سيئا في مجال العقيدة، بعض النصوص الشريفة ربما تستغل استغلالا سيئا عمليا. وليس هذا الحديث الشريف هو الوحيد في ذلك، هناك أحاديث عديدة أفكر أن أقرأها وأتراجع لنفس السبب. اليوم أريد أن أقرأ هذا الحديث الشريف لكم، لكن هناك فئتان من الناس يستغلون النصوص الشريفة استغلالا عمليا سيئا. فئتان من الناس: المجرمون والتافهون. المجرم يستغل النصوص الشريفة من الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة استغلالا سيئا للتغطية على جرمه. التافه يستغل النصوص الشريفة استغلالا سيئا لكي يستمر في تفاهته، لأنه لا يريد أن يرتقي، يريد أن يبقى تافها.
كثير من النصوص الشريفة هكذا تتعرض للاستغلال السيء العملي. مثلا أذكر لكم نماذج. النموذج الأول التوبة، هذا المفهوم الراقي الرائع. كم التوبة عظيم، موضوع عظيم جدا. التوبة وردت عشرات من الآيات القرآنية عنها، آلاف من الأحاديث الشريفة عنها. التوبة هذا الموضوع الرائع استغل استغلالا سيئا على مر الخط من قبل هذين، من قبل المجرم والتافه. المجرمون استغلوا التوبة استغلالا سيئا ما أكثره. عمر بن سعد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، في ارتكابه أكبر جريمة في تاريخ الكون استغل التوبة. أبياته مشهورة، كثير منكم تحفظون أبياته السيئة القبيحة. يقول في بيت: فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. استغل موضوع التوبة في ارتكاب أكبر وأعظم وأسوأ جريمة في تاريخ الكون، استغل هذا الموضوع الرائع التوبة. والكثير الكثير يقولون سنتوب. المجرمون يعني من؟ يعني السفك للدماء، يعني الذين يسحقون أبسط حقوق الناس، يعني الذين يأكلون أموال الناس، يعني الذين لا يراعون في ارتكابهم الظلم أي شيء، الظلم الكبير الظلم الصغير، هؤلاء مجرمون ظلمة. كم منهم يقول ارتكب الجريمة ثم أتوب، عندي توبة، باب التوبة باب مفتوح، باب عظيم. استغلال. فئة أخرى ليست مجرمة، ليست ظالمة، الشخص لا يريد أن يظلم شخصا، يريد أن يبقى تافها، يريد أن يسير وراء شهواته لا في الظلم، لا يظلم أحدا، يريد أن يسير وراء شهواته، إن شاء الله نتوب، باب التوبة مفتوح. نعم باب التوبة مفتوح، والتوبة باب عظيم. ولكن هذا النمط من التفكير أن الإنسان يبقى تافها يفكر في تفاهات الدنيا، يفكر في أنه يسير وراء شهواته، ويستخدم هذا الباب العظيم، هذه الدرة العظيمة يستخدمها في ذلك، هذا تافه. التوبة. ثانيا الشفاعة التي وردت في القرآن الكريم في آيات عديدة، التي وردت في الروايات الشريفة، مئات الروايات الشريفة تتحدث عن الشفاعة. الشفاعة شيء عظيم، مريح، راقي، جميل. استغلت الشفاعة من قبل أناس، نعم من قبل مجرمين ومن قبل تافهين. كم من المجرمين ارتكبوا جرائمهم بشتى أشكال الجريمة، الجرائم الصغيرة الجرائم الكبيرة، بحجة أننا عندنا شفاعة، النبي صلى الله عليه وآله يشفع، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يشفعون، شفعاء، شفاعة مطلقة، أعطيت شفاعة مطلقة بلا حدود لرسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، عندنا شفاعة. فيرتكب جريمة، يأكل أموال الناس ظلما بدم بارد بارتياح عادي،
يسحق حقوق الناس، يظلم بأشكال من الظلم، أو لا، الشخص ليس ظالما، لا يريد أن يظلم الناس، يريد أن يسير وراء شهواته فقط من دون ظلم للناس، يريد أن يرتكب معاصي، عندي شفاعة ما يخالف، الآن أرتكب المعصية بعدين. يعني هذه الدرة الثمينة التي اسمها الشفاعة يريد أن يستفيد منها في أتفه الأشياء، في معصية الله عز وجل. درة ثمينة تسوى مليارات، شخص يستفيد من هذه الدرة في شيء لا يسوى 100 فلس، لا يسوى 10 فلوس. تافه. التوبة، الشفاعة، هذه الأيام أيامها بعيد عنكم، أتحدث عن أناس، زيارة المولى سيد الشهداء، البكاء على سيد الشهداء. كم من الروايات الشريفة تبين أن البكاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه يطفئ نار جهنم، أن زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لها هذه الآثار الكبيرة في الدخول إلى الجنة، في محو الذنوب، في رفع القلم عن الشخص. روايات مستفيضة، بل بدرجة إجمالا بدرجة عالية من التواتر الإجمالي. قطعا النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمات، قطعا أهل البيت قالوا، تواتر. وفيها الروايات الكثيرة، الصحاح السند. البعض المجرم والتافه، المجرم يستغل، يذهب إلى الزيارة ليغطي أمام الناس على جرائمه. لا هذا الشخص يزور الإمام الحسين، أنا شفته، هذا الشخص في مجالس الإمام سيد الشهداء، أنا سمعت. لا أقول من أناس عاديين، من شخصيات ينخدعون بهذه المظاهر، لمجرمين، مجرم، إنسان يرتكب جرائم، لا جرائم عادية، جرائم كبيرة، يقول لا أنا رأيته كان يبكي في مجلس سيد الشهداء. استغلال. البكاء على سيد الشهداء شيء جدا عظيم لا ينكره أحد. هذا المجرم يستغل لخداع الناس، والناس ينخدعون. مجرم يذهب إلى زيارة، مجرم يعني في عنقه دماء ودماء لأبرياء، يذهب إلى زيارة سيد الشهداء، الناس بعضهم ينخدع، شخصيات تنخدع، ناهيك عن الناس البسطاء. أو شخص لا، ليس مجرما، تافه، أنا ذهبت إلى زيارة سيد الشهداء لا بأس أرتكب بعض الذنوب. يعني زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذه كلمة الدرة، كلمة لا تسوى أمام زيارة سيد الشهداء، هذا الشيء الثمين العظيم جدا. أفكر أنه أجعل هذا الشيء الثمين وقاية لي بسبب تفاهة، بسبب أن الشخص يريد أن يرتكب محرمات. هذه قيمة زيارة سيد الشهداء، تافه، شخص تافه. هذه سيادة، انتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد، هذا النسب الرفيع العظيم، لا يوجد نسب أعلى من أن الإنسان ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يوجد نسب أعظم له. البعض يستغل. خامساً، أعظم النعم ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، النعمة العظمى، النعمة التي بها تكون للأشياء قيمة، بدونها لا قيمة للأشياء. ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بعض الناس مجرم
يستغل ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ارتكابه للجرائم. يصرح يعني، لا يلوح، يصرح. ما أدري رأيتم هكذا أنمط؟ أنا رأيت، أنا أعرف. يصرح يقول لا بأس، هو يعلم أنه يظلم شخصا، يقول لا بأس إن شاء الله ولاية أمير المؤمنين، عندنا ولاية أمير المؤمنين. يصرح أنه يأكل هذه الأموال ظلما، ليست هذه الأموال من حقه، ويأخذها ويأكلها. عندي ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا في المجرمين. التافهون أيضا حدث ولا حرج لأجل تفاهات الدنيا. هذه النماذج كثيرة، استغلال النصوص الشريفة استغلالا عمليا سيئا من قبل مجرمين أو تافهين. هذا الوضع جعل بعض العلماء يترك ذكر بعض الروايات الشريفة خوفا من الاستغلال. بالفعل يستغل الحديث الشريف، يستغل استغلالا سيئا، ويقولون يلزم أن لا نذكر بعض الروايات الشريفة التي تبين عظيم كرم الله، عظيم رحمة الله عز وجل، لأن هؤلاء أمثال هؤلاء المجرمون أو التافهون يستغلونها استغلالا سيئا. لا، يلزم أن نذكر هذه الروايات الشريفة التي تبين عظيم لطف الله ورحمته. المجرم يستغل، التافه يستغل، فليكن. أنا أجعل الناس محرومين من هذه الأمور العظيمة، من هذه الروايات العظيمة التي تفتح للإنسان باب أمل كبير، أجعل الناس محرومين من هذه الروايات الشريفة بسبب مجموعة مجرمين، بسبب مجموعة تافهين؟ ما هو ذنب بقية الناس؟ لا تذكروا هذه الأحاديث الشريفة، هذه الأحاديث تجرع الناس على ارتكاب الذنوب والمعاصي. لا، كن دقيقا، لا تجرع الناس، ليس كل الناس. المجرم يستغل والتافه يستغل، الناس ليس كلهم مجرمين وتافه. يوجد في الناس أناس طيبون. يوجد في الناس الذين إذا سمعوا وعرفوا فضل الله العظيم تجري دموعهم شوقا إلى هذا اللطف، إلى هذا الفضل من الله عز وجل. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لأجل مجرم وتافه أجعل الناس محرومين، الناس الطيبين أجعلهم محرومين من هذه الروايات الشريفة؟ لا، نذكر الروايات الشريفة، ونعلم بأن البعض يستغل من المجرمين ومن التافهين، لكن نذكر الروايات الشريفة لفائدة المؤمنين. الصلاة، الرواية الشريفة التي أريد أن أذكرها عن الصلاة. الصلاة وصية الأنبياء، وصية الأئمة صلوات الله عليهم. الله الله في الصلاة، بل وصية الله عز وجل لأنبيائه، وأوصاني بالصلاة. الصلاة، الصلاة فيها أمران: صحة الصلاة
وقبول الصلاة. صحة الصلاة شيء، قبول الصلاة شيء آخر. صحة الصلاة رهينة أداء الواجبات من الأفعال من أجزاء الصلاة مع مراعاة شروط الصلاة، شروط الصحة. هذا الشيء الذي عموما الناس يعرفونها إجمالا، هذه الصلاة صلاة صحيحة. قبول الصلاة شيء آخر، قبول الصلاة رهين هذه الأجزاء والشرائط بالإضافة إلى شروط أخرى. الصلاة الصحيحة قد تكون مقبولة قد لا تكون مقبولة. الصحيحة يعني ماذا؟ يعني تسقط التكليف، ولكن آثار الصلاة، الآثار الأخروية للصلاة حتى الآثار الدنيوية للصلاة غير قضية إسقاط التكليف، بقية الآثار تترتب قد لا تترتب. الصلاة تكون صحيحة تسقط التكليف في يوم القيامة، لا يقال لك لماذا لم تصلي، ولكن تفتح سجل أعمالك في يوم القيامة لا ترى فيها صلاة، صحيفة أعمالك بدون صلاة، لا تعاقب على ترك الصلاة لأنك أديت الصلاة، أسقطت التكليف الواجب، ولكن ترى أنا صليت سنوات لا توجد صلاة في سجل أعمالك. الصلاة المقبولة لا، آثار الصلاة في الدنيا آثار الصلاة في الآخرة، تفتح صحيفة أعمالك ترى فيها صلاة صلاة صلاة، هذه الصلاة مقبولة صحيحة بالإضافة إلى أنها صحيحة مقبولة شيء إضافي، هذا يحتاج إلى شروط إضافية. من جملة الشروط التوجه في الصلاة، ما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، التوجه في حال الصلاة، هذا من شروط قبول الصلاة. كم صلاة تصليها أنت المؤمن في فترة حياتك؟ عشرات الآلاف من الصلوات خلال سنوات، الصلوات الفرائض أقول ناهيك عن النوافل. الشخص الذي مثلا بعد فترة البلوغ يبقى 50 سنة، ما يقارب من 100,000 صلاة يصلي في فترة عمره الصلوات الفرائض. المفروض بالمؤمن أنه كل صلواته تكون هكذا، أليس كذلك؟ أن تكون صلواته مقبولة صحيحة بل مقبولة أيضا. الصلاة هذه أنا متوجه إلى الله عز وجل، أكلم الله عز وجل، صحيح؟ المفروض كل الصلاة هكذا. الآن أقرأ لكم الرواية الشريفة سطر تقريبا. الرواية وردت في الكافي الشريف بسند صحيح أعلى حسب تعبير البعض، صحيحة زرارة، عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال: المفروض أنه كل صلواتنا تكون صحيحة مقبولة، هكذا أصلي، المفروض علي أنا كمؤمن أن أصلي بطريقة تكون كل صلواتي صحيحة مقبولة. لاحظوا الإمام ماذا يقول، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة، شخص يؤدي صلاة واحدة تامة فقط، كم صلاة صلاها؟ 100,000 صلاة، 50,000، 70,000 صلاة، واحدة من هذه الصلوات
أداها مقبولة واحدة، قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات. اللهم صل على محمد. الله أكبر. حديث صحيح السند أقرأه لكم. أي فضل هذا، أي لطف هذا. عندنا هكذا رب، كيف يعامل الإنسان الذي يحمل إنسانية، لا أتحدث عن شيء آخر، عنده إنسانية، عنده إنصاف، كيف يعامل شخصا رحيما به، عطوفا عليه، رؤوفا به، كيف يعامل شخص عادي؟ فكيف برب رؤوف، الرب الغني عنا جميعا، عن كل الخلق، الرب الذي خلقنا لينفعنا. قال لي صلي، المفروض بي أن أصلي كل صلواتي بهذه الشروط. لا، أنت أخرج من الدنيا في جنطتك، في أعمالك توجد صلاة واحدة مقبولة، 100,000 صلاة أقبلها منك في يوم القيامة. تأتي، أنا أعرف بنفسي، أتوقع أن تكون في صحيفة أعمالي صلاة واحدة، وإذا أفاجأ أرى في صحيفة أعمالي 100,000 صلاة مقبولة. هكذا رب، كيف نعامله أصلا بعيدا عن الجنة والنار؟ هكذا لطف، هكذا رحمة، كيف نجابهها؟ الله عز وجل أراد منا هكذا شيء، اصنع شيئا قليلا صحيحا أكمل لك كم ضعف، 100,000 ضعف. أنت أربح ربحا صغيرا، ربحا لنفسك لا لله، أنا أكمل لك أضعافه. إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج. إلهي أنت نعم الرب، هو نعم الرب، بعث إلينا وبعث لنا خير خلقه، نعم النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، جعل لنا إماما، نعم الإمام، هو أمير المؤمنين. جعل لنا شفيعة، نعمة الشفيعة، فاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب.
اللهم اجعلنا من خيرة عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. اللهم بمحمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.